يعني. طب كابتن عمر اكيد في الوقت ده كان بيجي حضرتك عروض كتير جدا جدا، فكنت عايز اعرف بتتعامل معاها ازاي، والزمالك قبل كده كلمك اكتر من مره، او يعني احكي لنا بقى القصه دي. طب بص يا كابتن، هي العروض بالنسبه للنادي الاهلي اتكلموا مع رئيس النادي فكان الموضوع صعب يعني. نادي الزمالك بقى كان سبحان الله المواقف كتيره يعني. كنت انا رحت موسم 89، وقتها كان عندي 31 سنه، لعبت موسم في النادي الاهلي القطري في قطر. فالنادي طلعني قال لك بقى ايه تكريما، ان انا كنت قلت لهم هبطل كمان سنه وكده هعتزل يعني، كان تعرف زمان 30 سنه يقول لك ده عجوز لازم يبطل. شكرا. فقالوا ايه تكريما لتاريخك وكده، فسافر الموسم ده ومقدم العقد ومش عارف ايه وبتاع يعني. انت عارف زمان انا بطلت وانا كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الاتحاد، وكان مرتبي 200 جنيه يعني، فما كانش فيه فلوس وقتها. المهم رحت كملت هناك ورجعت. اليوم اللي رجعت فيه بالليل كان نادي الزمالك هيلعب مع نادي الاتحاد مباراه وديه في اسكندريه، في استاد اسكندريه، تاني يوم على طول. فرئيس النادي الله يرحمه ومعروف للزملكاويه كان وقتها الاستاذ عبد الله علي حسن المحامي، نقيب المحامين في اسكندريه، وده كان مشهور قوي في نادي الزمالك يعني، وحبه لنادي الزمالك. فكلمني وقال لي يا محمد انا عايزك تلعب شوط بكره عشان الجمهور يستقبلك يعني وبتاع. انا كان ليا الحمد لله وضع خاص مع جمهور الاتحاد يعني، قلت له ماشي مفيش مشكله. ورحت لعبت شوط وطلعت، بس لعبت شوط كان بمزاجي يعني. انا لما لعبت في حته الليبرو فكنت بلعبها بمزاج، عكس لما كنت بلعب بكليفت محتاجه مجهود بقى وجري كتير وكده. وخلصت وطلعت. فبعد الماتش ما خلص جالي الكابتن محمود الخواجه، وده من الشخصيات العزيزة عليا يعني، كان معايا اول مساعد. كان هو والله كان معايا اول امبارح. جميل كابتن محمود. فكان هو مساعد مع مدرب كان برازيلي وقتها، وكان وقتها ابراهيم يوسف الله يرحمه جاله الرباط او حاجه زي كده. باعد، واشرف قاسم كمان اتصاب، الاثنين اللي كانوا بيلعبوا ليبرو لما كان بيحتاجوا من نادي الزمالك في المكان، فما عندوش حد وداخل على بطوله افريقيا. فالكابتن محمود وقف معايا قال لي بقول لك ايه، هو عرف بقى ان انا لسه راجع من قطر. زمان كان الاستغناء الدوليه بتاخدها في جيبك وانت ماشي، مش بتتبعت على سيستم دلوقتي وبتاع لا 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 لا، تاخد الورقه كده استغناء الدوليه في جيبي واروح اي حته تعجبني، الحته اللي انت عايزها بس اللي انت عايزه. وقتها اتعرض عليا الاسماعيلي والزمالك، بس الزمالك كان الاول يعني. فقال لي بقول لك ايه، عايزينك عشان عندنا افريقيا وبتاع، وهنديك 50,000 جنيه. كان مبلغ كبير قوي، كانش فيه احتراف وقتها. فقلت له يا كابتن انا انت عارف انا خلاص انا سنه وهبطل وبتاع. قال لي ما انت قبل ما تبطل الفلوس اللي هتطلع لك دي ما خدتهاش في حياتك يعني. قلت له صعب. يجيبني يمين يجيبني شمال، قال لي بقول لك ايه بقى، ما تقوليش بقى دمي اخضر ودمي اصفر. طب كان صعب ليه؟ عشان حضرتك كنت مش عايز تكمل، ولا عشان كنت عايز تلعب موسم في الاتحاد؟ مش متخيل ان انا اسيب الاتحاد يعني. من صغري من وانا عندي لعبت وانا عندي ما كملتش 18 سنه، فالجمهور كان فيه هتاف معين من الجماهير يعني. فانا زمان يعني الهتاف ده خلاص بقى تملك مني الحقيقه، وربطني قوي بالجماهير وبالنادي، فمش متخيل ان انا هبعد عن الهتاف ده وهبعد عن الجمهور ده يعني. ده بالاضافه لارتباطي بالنادي. تقدر تقول لي الهتاف ايه؟ مرتبط بيه؟ لا انا مش عارف. كان يقول لك عمر يا عمر الدلع يا عمر. كان زمان طبعا الارتباط بالجماهير، الحقيقه انا مقدر ده، وانا بحترم فكره ان انا خلاص انا عامل نفسي هويه وكيان، وده مش كتير بتعمل بصراحه. ومش عايز اسال حضرتك سؤال، طب هل حضرتك مثلا راضي عن كل الخطوات دي، ولا بعد ما فكرت في الاحتراف والشكل الجديد قلت مثلا كان ممكن ان انا اخد نقله تانية او اجرب محطه اخرى؟ لا ما فكرتش خالص 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 يعني. انا بقول لك مرتبط تماما بنادي الاتحاد السكندري، فعمري ما ندمت ان انا مشيت رغم المغريات الكتيره والنقله ممكن تبقى كبيره، لكن الواحد قانع وراضي الحمد لله باللي ربنا قسمه يعني. ويكفي حب الناس لحد وقتنا هذا. الحقيقه الناس في ارتباط محترم جدا بيني وبينهم يعني.